علشان نعمله محتاجين عدس بجبة أو عدس بني، لسان عصفور، سكر، بقدونس مفروم، ملح وفلفل، كمون، عصير طماطم، ثوم مفروم، شطة، خل، زيت. وهنحتاج خل وزيت، وهنحتاج حلة سخنة على النار طبعا. اللي مش عايز شطة ما يحط الشطة. وعندنا اكيد شوية مية سخنة اذا حبينا ان احنا ايه نظبط الامور. طيب نعمل بس كده عشان الحلة سخنة قوي. هعمله بالزيت، مش هحط لا زبدة ولا سمنة. فالوصفة دي نباتي، يعني ما فيهاش اي حاجة تضايقكم. وهحط هنا لسان العصفور وهبتدي اقلبه. مش عايزة لون غامق قوي، انا يدوبك عايزة لون ذهبي فاتح خالص. باقي المكونات، ادي البقدونس، بسم الله الرحمن الرحيم، وادي الثوم، رشة من الشطة حسب الكمية اللي انتوا عايزينها وممكن تستغنوا عنها خالص، وادي الملح، فلفل، معلقة سكر، معلقة كمون. هقلب كله مع بعضه. أم أحمد